كلمة ربنا أو الكتاب المقدس أنا شخصيا بأدوب في هذا الحب العجيب، بقف مبهور وبحس بخجل إن أتكلم عن كلمة الله كعطية إلهية فائقة. بقف حاسس كده عايز أخطف قلب كل واحد وقوله تعالى دوق كلمة ربنا الحب. كلمة ربنا حب، قاله بكلامك أتلذذ، وجدت كلامك حلو فأكلته. بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. احنا وصلنا المره اللي فاتت للاصحاح ال13. الاصحاح ال13 خلصناه، وان شاء الله النهارده ناخد الاصحاح ال14. الاصحاحين يمثلوا الرحله التبشيريه الاولى لمعلمنا بولس الرسول ومعاه برنابا. والبعض الدارسين بيقولوا ان قعدت حوالي 3 شهور، والبعض بيقول لا ده امتدت لمدة سنة. على اي الاوضاع، سواء كانت سنة او 3 شهور، يكفي انهم طلعوا من انطاكية سوريا وعدوا البحر ودخلوا قبرص واخدوها من الشرق لغاية الغرب وبشروا فيها، وآمن الوالي سرجيوس بولس، وبعدين عدوا من ناحية نقدر نقول آسيا الصغرى من تحت جنب أوروبا، وأخذوا على بحيز البحر الأبيض، وبعدين رجعوا تاني. السؤال اللي سألته لنفسي قبل ما ابتدي الأصحاح ال14، في خلال نفترض سنة دخل كم مدينة؟ بولس الرسول عمره ما عمل حسابات زي ما احنا نعمل، نقول انا رحت الرحله الفلانيه وزرت البلد دي وبعدين البلد دي وبعدين دي وبعدين قعدت في الكنيسه الفلانيه وانشانا كذا فيها، ومن اجتماع للشبان واجتماع للعائلات، الحاجات اللي بنعملها كلنا يعني، مش ما بقصدش شخص معين، لكن موجوده من في التاريخ وما زالت قائمه. بولس الرسول انسان يشعر ان كان مقاوم للحق وربنا دعا، فما كانش في ذهنه حسابات يقدمها، لكن كان يؤمن ان الله هيشتغل. يشتغل ازاي؟ دي مش شغلتي، دي شغلة المسيح نفسه وعمل الروح القدس فيه. في الاصحاح ال13 شفنا ان بولس الرسول تعرض لضيقات شديدة، ولكن أيضا ربنا اشتغل بقوة، فآمن سرجيوس بولس والي بافوس، وأيضا كتير يدخل بعض المدن يقبل بعض اليهود وأيضا بعض الأمم الإيمان. واللذيذ في بولس انه يقيم قصوص او خدام، وبعدين ما ينساش اللي عامله، وهو راجع حب يمر على البلاد اللي هو عدى عليها يطمئن عليها، واذا كانوا محتاجين لحد يقود الكنيسة هناك يرسم لهم قصوص، ويرجع الى انطاكيا تانية، انطاكية سوريا مرة تانية، عشان بعد كده يبتدي الرحلة التانية. يا ترى لو كان في العالم، مش هقول في الكنيسة القبطية ومش هقول في بلد معينة، لو كان في العالم بس 3-4 زي بولس، كان هيحصل ايه؟ يعني ده انسان لا عامل حسابات هيتكلف كام الرحلة، ولا هيقول ايه، ولا هيقابل مين، ولكن انسان حامل شاعر كده ان محمول على الأذرع الأبدية، على دراعة ربنا، وروح الله بيقوده وبيشتغل بقوة. يقابل ضيقات، يتعرض لرجم،
يقبلوا الناس الإيمان، بالنسبة لي هو حاسس ده بشغلته، دي شغلة ربنا، فلا بيدخل في فكر كبرياء إنه بيه عظيم ومشهور وكثيرون انضموا إليه، ولا أيضا يحصل له ديبريشن لما تحصل ضيقات توصل للرجل. الأصحاح الـ14 اللي هو تكملة الرحلة الأولى ورجوعه بعد كده لسوريا، هناخدها كده بشيء من التفصيل. يقول إيه؟ وحدث في أيقونيا أنهما اللي هو بولس وبرنابا دخل معا إلى مجمع اليهود وتكلم حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين. حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين، هنا كلمة يوناني مش معناها جريجي لكن أممي، كان دايما يقولوا على الأمم يونانيين لأن كانت اللغة اللي بيستخدموها أغلب العالم الشرقي هي اللغة اليونانية، والعالم الغربي اللي هي أوروبا كان أغلبها اللاتيني وما تفرع عن اللغة اللاتينية. ما عملش إحصائية ويا ترى قد إيه كبار وقد إيه صغيرين وقد إيه شبان، وطب وإيه التالنتس بتاعتهم، وطب يشتغلوا إيه، طب نوضب لهم عمل معين، لكن كان بولس وبرنابا وهم بيشتغلوا شاعرين إن العمل الحقيقي هو عمل الله، فكانوا بيشتغلوا بكل قوة ما تحت كل الظروف. الحقيقة قريت كتاب كتبه أحد يعني الباستورز في أمريكا سنة 2017 مسميه أكاذيب يصدقها الرعاة الباستورز يعني. فقال أول أكذوبة منتشرة بين الرعاة إن يقف الواحد يقول لك أنا رحت البلد الفلانية ووصلت كذا وكم واحد قبل الإيمان وعملت المشروع الفلاني واهتميت بالفقراء وعملت اجتماع للشبان إلى آخره، وكأنه قاعد يشتغل وبيكذب على نفسه لأن اللي بيعمل هو الله وليس الإنسان. وللأسف ونحن نسقط في هذه الأكذوبة في مرات كثيرة. هل يا ترى أنا حاسس إن ربنا أينما يرميني هو بيشتغل؟ وأحياناً العجيب إن ربنا يشتغل حتى بالضعفات بتاعتنا، حتى بالأخطاء بتاعتنا. فإحنا محتاجين نكون زي معلمنا بولس، والواحد قبل ما يعمل أي حركة يرفع قلبه لربنا ويقوله أنت اللي دعيتني وأنت اللي بتشغلني وأنت اللي بتستخدمني. الله ممكن يشتغل بالأسقف أو البطرك، وممكن يشتغل بالكاهن، ممكن يشتغل بالشماس، وممكن يشتغل بالشخص العلماني، وممكن يشتغل بالسيدات، وممكن يشتغل بالأطفال. أي إنسان يترمي على إيدين ربنا ربنا يستخدمه للبنيان، بس ننسى إحنا بنعمل إيه وهو يشتغل بينا. وفي مرات كتير الإنسان يحس، يعني بتحصل معايا كتير إن مثلا أحس أقول الوعظة بتاعت النهاردة كده كنت حاسس إن أنا فاتر وما فيهاش قلب ملتهب وغيور، أول ما يجيني الإحساس ده بص ألاقي في نفس اليوم أو تاني يوم واحد يقول لي يا ده أنا لما سمعت الوعظة أنا قدمت توبة وعايز أجي أعترف. الله بيستخدمنا بالضعف بتاعنا وبالنقائص بتاعتنا، وهو بيشتغل من أجل أمانته من أجل كلمته وليس من أجلنا. فبيقول وآمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين. قد إيه يا بولس قال ده ما يشغلنيش، قد إيه ده ما يشغلنيش، أنا أعرف إن ربنا اشتغل وأنا ماشي وحرجع تاني وهتقابل معاهم، وحتى لو ما جيتش وما تقابلتش أنا واثق إن الله بيشتغل بيهم أيضا، مش بس يقبلوا الإيمان ولكن أيضا هم من يبقوا شهود حقيقيين للآخرين.
الإنسان الناجح بغض النظر مركزه إيه في الكنيسة، هو الإنسان اللي يطلب إن ربنا مش بس يستخدمه لبنيان نفوس كثيرة، ولكن أيضا يطلب من ربنا إن الناس اللي يسمعوا الكلمة هم أيضا يبقوا قادة يجتذبوا نفوس كثيرة لربنا. يعني خلي دايما في فكرنا إن أنا ما أنا، ولكن نعمة الله العاملة فيا، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول. بعد ما اتكلم عن عمله في مدينة أيقونية وإزاي اصطاد نفوس كتيرة لربنا، بدأ يكلمنا أيضا عن انشقاق حصل في المدينة، فبيقول إيه؟ الآية 2: ولكن اليهود غير المؤمنين غاروا وافسدوا نفوس الأمم على الإخوة، فأقام زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطي أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما. فانشق جمهور المدينة، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبوا عليهما ويرجموهما، شعر به فهرب إلى مدينة ليكاونية ليسترا ودربة وإلى القرى المحيطة. بدوا يشتغلوا في أيقونية، وهم بيشتغلوا لقوا عدد كبير قبل الإيمان. والخير مش ممكن يقف صامت، كل ما تشتغل لازم تعرف ان في ايضا عدو الخير هيقاوم. بعد ما قبلوا الايمان، غير المؤمنين من اليهود قاموا هايجين على اليهود اللي امنوا وايضا على الامم اللي قبلوا الايمان، وبدوا يفسدوا نفوسهم ويشككون في الايمان اللي اتكلم به بولس وبرنابا. ومع هذا لم يتوقف لا بولس ولا برنابا عن الخدمة. يقول: فأقام زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطي أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما. على قد ما العالم يقومك، على قد ما ربنا أيضا يسندك. مش ضروري آيات وعجائب زي ما عملوها بولس الرسول، لكن يشتغل ربنا بيك بصمتك وكلماتك بتصرفاتك، بأحيانا بابتسامتك، بمكالمة صغيرة. الله عجيب في خدمته. ولغاية النهاردة بنسمع في كل دول العالم كثير من غير المؤمنين الله بيشتغل فيهم، لما بيكون الإنسان عنده اشتياق فعلا أن يتقابل مع ربنا وأنه يشهد للمسيح. احنا نحتاج إلى مراجعة لنفسنا، ونبتدي نطلب من ربنا أن يعمل بينا ويعمل باللي حوالينا أيضا. فانشق جمهور المدينة، حصل انقسام في المدينة. فانشق جمهور المدينة، فكان بعضهم مع اليهود اللي هم مقاومين للحق، وبعضهم مع الرسولين. فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهما ويرجموهما، شعر به فهرب. طبعا حصلت ثورة، فأول ما شعر بولس وبرنابا إن في هياج وإنهم بيوضبوا عشان يرجموهم هما الاثنين، هربوا. مش هروب لأنهم خايفين من الموت أبدا، ولكن هروب لأجل سلام المؤمنين في مدينة أيقونية. يعني هم كانوا مستعدين يقعدوا أطول مدة ممكنة في أيقونية، ولكن في نفس الوقت أيضا إذا كان وجودهم يسبب مشاكل في وسط المؤمنين الجدد، يهربوا لأجل سلام هؤلاء المؤمنين وليس خوفا من الموت.
فانشق جمهور المدينة، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهما ويرجموهما، شعر به فهرب إلى مدينة ليكؤونيا، لسترا ودربة، وإلى الكورة المحيطة، وكان هناك يبشرا. مالوش يعني إيه نهرب ونستخبى أحسن يجي ورانا، بالعكس هما سابوا البلد أيقونيا علشان يحصل سلام في المنطقة. وفي نفس الوقت لما راحوا المنطقة التانية اللي هي ليسترا ودربة تبع ليكؤونيا وإلى الكورة المحيطة بهم، بدوا يكرزوا، مش يقولوا لا طب إيه نهدى شوية على ما الجو يهدى، لا أبدا، احنا مدعوين للخدمة، لو ربنا عايزنا يوقفنا يوقفنا، عايز يخلينا نروح حتة تانية نروح، لكن لن نتوقف عن العمل. أنا بتعجبني الكلمة اللي قالها ابن سيراخ. ابن سيراخ يقول إيه؟ ابن سيراخ بيقول إن الإنسان لا يكف عن العمل لغاية النفس الأخير من حياته. ما فيش عندنا نقول أنا خلاص تعبت بقي سني كام سنة، أنا خدمت كتير، أنا عملت اللي عليا، طول ما في نفس هخدم حتى ولو كنت على سرير الموت. إن ما كنتش أقدر أخدم بالمشي أخدم وأنا بصلي، ما كنتش أقدر أروح حد اللي يجي يزورني أكلمه عن ربنا. أولاد الله لا يكفوا عن الشهادة للمسيح أينما وجدوا، وكان هناك يبشران. هل يا ترى ما يشغلني هو الكرازة بالمسيح؟ يعني أنا عايز أعمل كده مراجعة لتليفوناتي أو مراجعة لمكالماتي بوسيلة أو بأخرى، أو في أحاديثي حتى للزوار اللي جاييني أو أنا لما بزور، يا ترى كم كلمة لحساب ملكوت الله، وكم كلمة لمجد نفسي، وكم كلمة باطلة ليست للبنيان. يعني مش ضروري باطلة يعني معناها شريرة، لكن باطلة يعني ملهاش داعي. مرة تلميذ القديس باخوميوس بيقول إنه موسم كذا، موسم نوع من أنواع الفواكه أو الخضروات، فبصله باخوميوس وحط إيده على بقه وقال له ما تتكلمش، إيه فايدة الكلمة اللي أنت قلتها دي؟ كلمة ملهاش لازمة، إيه النهاردة ده الموسم موسم برتقان تفاح خضار معين، الجو شكله إيه؟ نفسنا كده كل كلمة تبقى للبنيان لحساب ملكوت الله، لأن يقول السيد المسيح نعطي حسابا عن كل كلمة إيه؟ كلمة إيه؟ أنا دايما نبص كلمة بطالة يعني شريرة، لا كلمة بطالة يعني ملهاش فايدة، ما بتقولش حاجة غلط وما بتقولش حاجة فيها خطية، لكن بتضيع وقتك ووقت اللي بيسمع لك. الكلمة اللي ما تبنكش أو ما تبنيش اللي بيسمع لك ما تقولهاش. إيه رأيكم في التدريب ده؟ ممكن نعمله ولا صعب؟ خلي كلماتنا كلها للبنيان، ويبقى قلبنا وكنا إن الزمن قصير قوي، كل ثانية من ثواني عمرنا لها تمنها. ممكن كلمة بسيطة توصل حد لربنا، وممكن كلمة بسيطة تفسد قلب إنسان. يقول بعدها إيه؟ يقول وكان يجلس في ليسترا رجل عاجز الرجلين ومقعد من بطن أمه ولم يمشي قط. هذا كان يسمع بولس يتكلم، فشخص إليه، وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى قال بصوت عظيم قم على رجليك منتصبا، فوثب وصار يمشي. فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا أصواتهم بلغة ليكؤونية، طبعا لغة غالبا ما
كانش يفهمها بولس ولا برنابا، قائلين إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا، فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس، إذ كان هو المتقدم في الكلام. فزي ما ربنا إدى فرصة لبطرس وهو داخل بيت باب الجميل في الأصحاح الثالث من أعمال الرسل، لقي إنسان أيضا مقعد من بطن أمه، وكان بيبص له محتاج يديله صدقة، فبص له بطرس قال له ليس لي ذهب ولا فضة، ولكن اللي ليا أنا هديهولك، قوم وامشي. فقام ونظر، ويقول الكتاب إنه صار يثب يتنطط من الفرح وهو داخل الهيكل، وكل الناس واقفة مذهولة إن هذا الرجل اللي ليه كل هذه السنين كل مرة يجيبوه أهله ويحطوه عشان يشحت يحطوه على باب الجميل، المرة دي داخل يتنطط يسبح الله. ما صنعه ربنا مع بطرس صنعه أيضا مع بولس الرسول. فهو هو الداخل فشاف رجل مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط، ما جربش يعني، مش كان بيمشي وبعدين جاله شلل، لا ده من اتولد كده. هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص إليه، بس مش عايز فلوس، شخص إليه وبص له بطرس بولس وشعر أنه عنده إيمان أنه يشفيه، فقال بصوت عظيم قم على رجليك منتصبا، فوثب وصار يمشي. نفسنا ربنا يدينا هذا الإيمان، أنه الإنسان ما يبقاش خامل وما يبقاش ضعيف، ويثق أن الله يستطيع أن يعمل به عجائب، يعطي لكل إنسان احتياجاته. فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية وقالوا أن الآلهة تشبهت، وقالوا عن إيه؟ عن بولس وبرنابا أنهم الإلهين بتوع المنطقة، اللي هم دعوا برنابا زفس وبولس هرمس، لأن هرمس كان هو اللي بيتكلم وزفس ما كانش بيتكلم، يعني الكبير يعني. فنفس الحكاية، بولس كان بيتكلم وبرنابا كان صامت. فأتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة، كان دايما الكهنة يقعدوا على باب المدينة لأنه بيعتبروا أن الإله حارس المدينة كلها، فيقعدوا هناك. فسمع الكاهن الإله زفس بما حدث، فجري جاب ذبيحة لكي يقدمها للإله أو ما ظنه أنه هو الله. كان فأتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة بثيران، مش ثور واحد، مجموعة ثيران وأكاليل، لأن كان يلبسوا اللي الثور اللي ذبح إكليل، واندفع إلى الجمع صارخين مع الجموع، كان يريد أن يذبح. فلما سمع الرسولان شافوا الثيران جاية والأكاليل وحقدموا لهم ذبائح، فبولس عمل إيه؟ يقول فأتى كاهن زفس الذي كان قد فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزق ثيابهما، الثياب الخارجية يعني، واندفع إلى الجمع صارخين وقائلين أيها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت الآلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يستكون في طرقهم، مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد، وهو يفعل خيرا، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة، ويملأ قلوبنا طاعة
طعاما وسرورا. وبقولهما هذا كف الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما، يعني استخدموا بكل الوسيلة يوقفوا الجموع من تقديم هذا العمل. ثم أتى يهود من أنطاكيا وأيقونية. طبعا الخبر وصل لأيقونية وأنطاكيا، وأقنعوا الجموع فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظانين أنه قد مات. الناس اللي جايين يذبحوا ذبائح لبولس وبرنابة سمعوا الكلام بتاع أهل أيقونية وصدقوهم وقرروا أنهم يجلدوا أنهم يرجموهم، وبالفعل رجموهم. ويقولوا إيه عن الرجم؟ يقول وأقنعوا الجموع فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات، يعني ضربوه وبالحجارة وشافوه نفسه اتقطع فجروه برا المدينة عشان ما يموتش جوه، أو يعني إن كان مات ما يقعدش جوه المدينة. شوف الحاجة الجميلة يقول إيه، ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة وفي الغد خرج مع برنابة إلى دربة. يعني لو أغمى عليه، حتى مش هنقول إنه اتكسر، واحد اتحكى عليه وشافوه وحكموا عليه إنه هو مات، وطبعا مات بالرجم، يعني معناها نزل الدم والحجارة كسرت عظامه وغيره وجرجروه. وبعدين مسح، أخذ له أسبوع ولا اتنين ده في الحال على طول. تاني يوم بص لقيه جاي ماشي عادي ومعاه برنابة ودخل المدينة مرة تانية، وانطلقوا من هذه المدينة إلى مدينة إيه؟ وقام ودخل في الغد خرج مع برنابة إلى دربة فبشر في تلك المدينة. قال دي فرصة حلوة، دول طردونا وحكموا على بولس بالرجم ورجعوا راحوا دربة اللي جنبها وبشروا في المدينة وتلمذ كثيرين. حاجة عجيبة ربنا بيعملها في الإنسان، يعني الأول يستقبلوهم كإلهين وبعدين يسمعوا كلام ضدهم يحكموا عليهم بالرجم، يرجموا واحد منهم لغاية ما يموت ويجرجروه يرموه بره المدينة، ويطلع مع برنابة وتاني يوم يدخلوا جوه والناس بصت فوجئت انهم بيمشوا وطالعين من المدينة رايحين دربة. وبدوا يبشروا في دربة فآمن، يقول كده وتلمذ كثيرين. حاجة غريبة أوي كل شوية في مدينة أيقونية يقول لك حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين. وبرضو مرة تانية هنا لما دخل في ليسترا وطلب من المفلوق المقعد ان يقوم قام وناس كتير قبلوا الإيمان. وبعدين يترجم وبعد ما يترجم يرجع بيمشي تاني يوم الصبح كأنه ما فيهوش حاجة ويطلع مع برنابة ويبشر في دربة وبرضو يقبل ناس كثيرون يقبلون الإيمان. إيه ده؟ ده احنا لما واحد بيبقى فزدان ولو واحد جاء لنا خاطي وتعبان وغيره نقول له لا دي عايزة مشوار طويل وتاخد تدريب واحد اتنين تلاتة، وأحيانا نقول ده احنا لسه يدوب أنا بادي معاه، وده مجرد يطلع ويقابلهم يقول وبشر وإيه يقول كده وتلمذ. قعدوا قد ايه تلمذوا؟ ساعات. يعني عشان تلمذ واحد يقول لك انا رحت عايز اتلمذ، يعني يقعد مثلا كام سنه يتلمذ، ده ما فيش. تلمذ كثيرين وفي نفس اليوم بدات الاعداد تبقى كبيره يقبلوا الايمان.
ثم رجع إلى لسترا وأيقونية وأنطاكيا يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. ما قالوش خلاص احنا نفدنا من أيقونية ومن لسترا اللي رجمتنا ومن أنطاكيا، لا بالعكس، ده رجعوا وشددوا الكنيسة وقالوا ما تخافوش، احنا المسيح معاكم واحنا كلنا بنخدم مع بعض. وانتخب لهم قصوصا في كل كنيسة، ثم صليا بأصوام واستودعاهم الرب الذين كانوا قد آمنوا به. ولما اجتاز في بسيدية أتى إلى بنفيلية وتكلم بالكلمة في برجة. برجة دي اللي كان فيها مين؟ اللي كان فيها يوحنا جالت له حمى وهرب، راح رجع لأورشليم عند مامته. ثم نزل إلى إيطاليا ناحية أوروبا، ومن هناك سافر في البحر إلى أنطاكيا، حيث كان قد أسلم إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله. ولما حضر وجمع الكنيسة أخبر بكل ما صنع الله معهما، وأنه فتح للأمم باب الإيمان، وأقام هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. لما رجعوا ما عادوش يقولوا لهم احنا حصل لنا كذا وحصل كذا وحصل كذا، لا لا لا، اول ما رجع قال لهم هنبشركم بخبر، اعداد كبيره في كل بلد من الامم قبلت الايمان، الباب اتفتح للايمان. ان كان بعض اليهود قبلوا الايمان، لكن كثير من اليهود رفضوا الايمان، فربنا فتح لنا الباب بتاع الامم. وبالطريقه دي بقى خلصت الرساله الايه؟ الرساله الاولى. عايز اقول احبائي، يا ريت كده نفكر بجديه، يعني يبقى لينا الصوره بتاعت بولس الرسول وبرنابا. ما راحوش هناك وعملوا لهم احتفال ودول عشان وصلوا نفوس كتيره واسسوا كم كنيسه ورسموا كم قسيس، ما قالش ده، رسموا وانتخبوا لهم قسوسا بس مع الصوم والصلاه. لا قالوا كم قسيس ولا كم واحد قبل الايمان. احنا عندنا لمؤاخذة عداد مستمر، كم واحد جه الكنيسة في العشية، كم واحد بيتناول، كم واحد، كم خادم عندنا، لو عملنا اجتماع اعداد خدام يا ترى كم واحد انضم لاعداد خدام. عمل بعيد كل البعد عن ربنا، عمل ربنا ان القلب يبقى ملتهب بروح ربنا لا يكف عن الشهادة للمسيح بكل طريقة. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، ونفسنا نقتدي ببولس الرسول وأيضا برنابا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. تفضلوا نصلي مع بعض. يا رب يسوع، بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد، آمين. إلهنا ومخلص نفوسنا يسوع، يا من اخترت يا رب شاول الترسوسي لكي تقيم منه بولس الكارز، وأعطيته يا رب الحب الصادق ليك، أينما وجد هو ومن معه يشهدان أو يشهدون ليك. نفسنا يا رب تذكر الكنيسة في هذه الأيام، مش عايزين نحاسب بالأرقام، لكن نفسنا نسمع هذا الصوت، وآمن كثيرون وتتلمذ كثيرون وقبل كثيرون الحياة معك. أذكر خلاص كل نفس، أذكر الملحدين، أذكر الساقطين، أذكر البعاد عنك، أذكر غير المؤمنين، أذكر المتضايقين، أذكر المضطهدين للكنيسة. يا رب أنت إله عجيب عجيب، أنت تخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة، أنت قادر أن تعمل، أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد. أنت اللي اشتغلت ببطرس الرسول وبولس وكل التلاميذ وبرنابا وماري مرقس والجميع لتعمل الآن أيضا، ولتقم يا ربي قسوسا حسب فكرك الإلهي وليس حسب نظرتنا البشرية.
انسى عننا كل فكر بشري لمجد أنفسنا، واعطنا يا ربي من كل القلب أن نرتمي في أحضانك ونعيش معك ونفرح بيك، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم وحبيبنا بولس الرسول وبرنابا ويوحنا وجميع الرسل والتلاميذ، من أجل طلبات أم النور أولا وأخيرا، من أجل بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ملك جرجس. اسمح لنا يا رب أن نناديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب. هو في فترة حوالي ساعة هيبتدوا الشباك. كلمة ربنا أو الكتاب المقدس، أنا شخصيا بأدوب في هذا الحب العجيب، بقف مبهور وبحس بخجل ان اتكلم عن كلمه الله كعطيه الهيه فائقه. بقف حاسس كده عايز اخطف قلب كل واحد واقوله تعالى دوق كلمه ربنا الحلوه. كلمه ربنا حب، قال له بكلامك اتلذذ، وجدت كلامك حلو فاكلته.